هل يجوز للمرأة أن تسمع القرآن من المذياع وهي تصلي لئلا يشغلها الشيطان بأمور الدنيا؟ لا، هذا لا ينبغي. يكره أن تستمع إلى المذياع وهي تصلي، لأنه يشوش عليها صلاتها، وتقبل على صلاتها وتقرأ ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة ولا تستمع إلى المذياع، بل تقفله إلى أن تفرغ من الصلاة. نعم.